مرحبا، أنا ماريا وأنا نادين. بهيدا الدرس هنعلمكم وصفة كتير سهلة نعملها للسناك، مكوناتها طبيعية وبنفس الوقت هنستعمل الفواكه المجففة كبديل السكر، ورح نحكي كمان عن أهمية السناك وكيف فينا ناخده بطريقة صحية تساعدنا يسيطر على شهيتنا خلال النهار. بهيدا الدرس رح نحكي عن أهمية السناك أو الوجبة الخفيفة. السناك مهم كتير لأنه بيساعدنا نسيطر على شهيتنا بالنهار وبيعدل نسبة السكر بالدم، بس ضروري السناك يكون صحي ويكون عادة بين 100 و150 وحدة حرارية مش أكتر. وإذا طلع عبالكم سناك حلو سويت، ضروري كمان يكون يجي من الفواكه أو من السكر الطبيعي مش من الشوكولا والحلويات والأشياء اللي بتضر. بهيدي الوصفة حنستعمل كذا مكونات. الحلو انه بهاي الوصفة ما حنستعمل اي سكر، السكر الموجود الوحيد هو اللي من الفواكه المجففة مثل التمر المشمش المجفف والتوت البري وشوي ميبل سيرب، بس اهم شيء مثل ما قلنا من قبل انه الميبل سيرب تكون اورجانيك. اول شيء حنعمل حنخلط التمر والمشمش المجفف سوا. نحن عادة بنحب نستعمل التمر كبديل للسكر لأنه له كتير فوائد، يعني هو عادة غني بالبوتاسيوم، وإذا شي نهار عبالكم تاكلوا سناك سويت، 3 حبات تمر عادة بيعادلوا تقريبا 100 ل120 كالوري، وكل 4 حبات مشمش مجفف كمان بيعادلوا حصة فواكه. فحنخلط التمر والمشمش أول شيء. من بعد هيك هنزيد الكاجو على الميكستر. كمان الكاجو فيه كتير فيتامين اي وبروتين وفيه هيلثي فاتس الاوميجا 3. عادة دايما للمكسرات لازم يكونوا ني ومش مملحة. وهون هنزيد زبدة اللوز almond butter. كمان فينا نعمل almond butter بالبيت، او اذا هنشتري زبدة الالمند باتر او البينات باتر لازم تكون المكونات الوحيدة اللي موجودة هي الالمند او البينات بدون اي بالم اويل او ملح او سكر سو هلأ زدنا بينات باتر والالمند باتر وحنحركهم مرة تانية. وهلا بس هنزيد وهي عم تبرم الكوكونات اويل والميبل سيرب. سو استعملنا 1/4 كوب ميبل سيرب، وحتى لو 1/4 كوب تقريبا يعني كتير، بس لانه الوصفه بتعمل بين 10 و12 حبه سكوير، اذا بتقسمون تقريبا السكر كتير قليل بيكون بكل قطعه. فهلا خلطنا كل شيء سوا وحنحطه بجعت كبير. سو هلا حنزيد المكونات الباقية وحنعملها على الإيد أو بالسباتشولا، حنخلطهم. التوت البري المجفف، الشوفان حطيناهم على النار شوي بدون أي شيء ليتحمصوا،
شوفان عادة كربوهيدرات معقد يعني complex carb بيساعد ينزل الكوليسترول، عادة للفطور منيح نبلش نهارنا بشوفان. من بعد هيك منزيد المكسرات ومنقلبهم شوي شوي مشان الشوفان ما يتكسر. من بعد هيك هنزيد الفستق واللوز والكوكونات شيبس. وحنخلط. هلا انا بحب اخلط بايدي، سو فيكن تستعملوا سباتشيلا او فيكن تستعملوا ايديكن للخلطة. ونزيد عليها شوية قرفة وشوية ملح. هلأ خلطنا كل شيء سوا وحنحطها على صينية، والحلو بهالريسيبي انه ما بدها فرن، حنحط كل شيء بالبراد لمدة ساعة او ساعتين، وساعته فينا ناكلها كسناك. هلأ اخر خطوة بالوصفة انه حنحط الخلطة كلها بصينية ونكبسها. نستعمل ايدي. وقت تحطوها بقلب الصينية انتبهوا انه ما تكون التخن تبعها كتير تخينة كرمال تقدروا تحافظوا على الكمية الصحية اللي لازم ناخدها. بتساعديني كتير. هلأ فيكن كمان تستعملوا صينية اكبر بس ما ضروري. عم جرب تكون كمان سمكة مثل ما ماريا قالت انه منا كثير سميكة مشان ما تكون غنية عالية بالسعرات الحرارية. سو هاي اخر شيء، خلطنا كل شيء. واخر شيء رح نحط كميه صغيره من الشوكولاته الداكنه، بس كميه كثير صغيره. عاده الشوكولاته اللي فيه بين 70 و85% كوكوا وما يكون فيه سكر بيفيد للصحه، اكشلي بيحسن المزاج. بقى عاده بيقولوا قطعتين دارك شوكليت بعد الظهر بيعتبر سناك بسناك صحي. وفيه مضادات أكسدة عالية عادة، بس دايما انتبهوا أنه يكون من good quality، يعني من نوعية جيدة. وطريقة نعرف كيف إذا الشوكولا بين 70 و85% كوكوا عادة بتكون مكتوبة على الليبل، يعني حتى في لدرجة 95% شوكولا داكن. سو كل شيء فوق 70% is good. سو بهال ريسيبي ما ححط اكثر من ملعقتين كبار، وما ضروري يعني تغطوا كل الوجبه، وفيكم تزينوها قد ما بدكم. واذا ما بتحبوا شوكولا كمان بنفس الوقت ما ضروري تحطوها. ومثل ما بتشوفوا حطينا الشوكولا من فوق. وهلا اخر شيء بدنا نعمله نحطه بالبراد لمده ساعه او ساعتين ليجمد كومبليتلي. مثل ما بتشوفوا قصيناهن على حجم صغير، كمان كل ما بنقصن بحجم اصغر كل ما احسن، ساعتها الكالوريز ما بيكونوا كثير عاليين. زيناهن كمان اذا بدكم مع شويه فستق والتوت البري المجفف. وهيك بنكون تعلمنا كيف نحضر سناك صحي بيعطينا طاقة فيه مكونات مفيدة لجسمنا، والسكر اللي بقلبه معمول من الفواكه المجففة والميبل سيرب كبديل للسكر العادي. وصحتين.